ما هي شروط تحقيق الأرباح من الفيديوهات القصيرة؟ كيف تظهر إعلانات اليوتيوب لمشاهدي الفيديوهات القصيرة؟ كيف يشارك اليوتيوب أرباح الإعلانات المجمعة من الفيديوهات القصيرة مع صناع المحتوى أو أصحاب القنوات؟ دي أهم الأسئلة حالياً اللي بتهم جميع أصحاب القنوات بعد التحديث الأخير والاتفاقية والبنود الجديدة الخاصة بتفعيل الربح أو الإعلانات على الفيديوهات القصيرة، وكمان بعد توقف الصندوق المالي الخاص بمكافآت الفيديوهات القصيرة. وإن شاء الله في الفيديو ده هنعرف كل حاجة ببساطة ونفهم إزاي نحقق ربح من الفيديوهات الشورتس، وكمان إيه اللي ممكن يخليني محققش أرباح، والأهم نسبتي هتتحسب إزاي. كل ده هنعرفه مع بعض إن شاء الله. بعد إذنك كده بنبص للسادة المشاهدين وقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب. هقول لهم إيه؟ يعملوا سبسكرايب. أعملوا لك استرايك للبتاع. وقول لهم يفعلوا زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزايكم عاملين إيه؟ يا رب يكون الكل بخير إن شاء الله. سريعا يلا نبتدي مع بعض ونشوف إجابات الأسئلة اللي احنا طرحناها في المقدمة، ونعرف كل حاجة متعلقة بتحقيق الربح على الفيديوهات القصيرة، وزي ما قلت والسؤال الأهم إزاي أحسب نسبتي أو أعرف نسبتي من الأرباح اللي هيتم تحقيقها على الفيديوهات اللي أنا هنشرها. نروح على أول سؤال وهو الخاص، ما هي شروط تحقيق الأرباح من الفيديوهات القصيرة؟ الأمر ببساطة في شرطين. أول شرط الموافقة على الأحكام الجديدة اللي عدلتها اليوتيوب، وطبعا احنا في الفترة اللي فاتت كلنا وصل لنا إشعار خاص بالبنود والاتفاقية الجديدة اللي اليوتيوب عدلها وطلب مننا كأصحاب قنوات ان احنا لازم هنوافق عليها. فلو حضرتك وافقت عليها قبل شهر فبراير فمعنى كده ان انت من الناس المؤهلة لتحقيق الربح على الفيديوهات القصيرة لما هتنشرها بداية من شهر فبراير 2023. طب نفترض حضرتك لسه ما وافقتش على البنود دي، يبقى بالتالي خلاص فيديوهاتك مش هتبقى مؤهلة لتحقيق الربح. وناخد بالنا لو ما وافقتش كمان قبل شهر يوليو شهر 7/2023 هيتم إيقاف الربح على القناة ككل أو خروجك من برنامج شركاء اليوتيوب. فالناس طبعا تاخد بالها من النقطة دي. طيب تاني شرط إيه؟ الالتزام بإرشادات وسياسات اليوتيوب بشأن المحتوى اللي انت هتبتدي تنشره على القناة كفيديوهات قصيرة. وبرضو عشان ما نطولش الفيديو باختصار، الكلام اللي ينطبق على الفيديوهات الطويلة هو اللي هينطبق على الفيديوهات القصيرة. يعني لازم يكون المحتوى بتاعك أصلي انت اللي بتملكه، ما يكونش محتوى بقى مسروق الناس اللي هتروح تصور مسلسلات أفلام مباريات الكلام ده وتنشره. كل الكلام ده ما ينفعش، محتوى معاد استخدامه هتجيبه من غير ما تضيف قيمة عليه. زي ما بقول لحضرتك كده، نفس اللي بينطبق على الفيديو الطويل هينطبق على الفيديو القصير. فلو حضرتك هتمشي بمخالف فيديوهاتك مش هيتم تحقيق ربح من خلالها، بالإضافة ان انت ممكن تعرض نفسك لمشاكل ان يتم إيقاف الربح على القناة بتاعتك ككل. فالناس برضو تاخد بالها. يبقى هم دول الشرطين باختصار اللي من خلالهم أقدر أحقق أرباح من الفيديوهات القصيرة. طيب نيجي للسؤال الثاني وكان خاص، كيف تظهر إعلانات اليوتيوب لمشاهدي الفيديوهات القصيرة؟ وناس كتير كانت بتسأل عن الموضوع ده. الإعلانات هتظهر بين الفيديوهات وليس بداخلها. يعني الفيديو الطويل لما حضرتك بتفتحه أو أنت بترفعه على القناة وبتضيف عليه إعلانات بتظهر للناس جوه الفيديو لما بتيجي تشاهده. الفيديوهات القصيرة لا، الأمر مختلف، هتكون الإعلانات ما بين الفيديوهات. يعني لما حضرتك هتخش على القسم الخاص بالفيديوهات القصيرة وتبتدي تتفرج عليها، لما هتعمل سكرول أو هتسحب الشاشة لفوق عشان تتنقل ما بين الفيديوهات هتلاقي الإعلانات هتظهر لك ما بين الفيديوهات. يعني تقريبا زي المنصات التانية زي التيك توك وكواي اللي انت ما بتلاقيش إعلانات بتظهر لك جوه الفيديو، بتلاقي الإعلانات بتظهر لك ما بين الفيديوهات. طيب نيجي للسؤال الثالث والأخير والمهم بالنسبة للجميع، كيف يشارك اليوتيوب أرباح الإعلانات اللي ظهرت ما بين الفيديوهات مع صناع المحتوى؟ اليوتيوب هيقوم بتجميع الأرباح اللي حققتها جميع الفيديوهات الشورتس في بلد ما، وعلى سبيل المثال هنقول مصر، وطبعا الأمر ده هينطبق على أي دولة، المغرب، الجزائر، السعودية، احنا هنا كمثال. بعدها هتخصم حصة أو نسبة
لمالكي حقوق المقاطع الموسيقية أو الصوتية الأكثر رواجاً، وبعدها هتوزع الأرباح على صناع المحتوى وفقاً لعدد المشاهدات اللي حققتها الفيديوهات القصيرة الخاصة بهم، وعلى أن يحصل صانع المحتوى أو صاحب القناة على نسبة بتعادل 45% من الأرباح دي. هتقول لي أنا تهت والأمر كده مش فاهمه برضو، إيه الجديد بقى اللي انت هتقوله؟ طيب أنا هقول لحضرتك بقى مثال رقمي مشروح بطريقة سهلة هيخليك تفهم الكلام ده إن شاء الله على طول. هنقول برضو مثال إن في مصر اليوتيوب لقت إن تم تحقيق 100 مليون مشاهدة على الفيديوهات الشورتس خلال شهر فبراير، واللي حقق المشاهدات دي أنا بقوله هو كمثال عشان الناس ما تقولش إيه اللي أنا بقوله ده، أنا بقول كمثال عشان الناس الأمور تبقى بسيطة بالنسبة لها. اللي حقق المشاهدات دي 3 قنوات بس، قناة مع محمد فهمي نزل فيديو الفيديو ده عمل له 1 مليون مشاهدة، وقناة سين نزل فيديو عمل له 44 مليون مشاهدة، وقناة صاد نزل فيديو عمل له 55 مليون مشاهدة. يبقى كده مجموعهم 100 مليون مشاهدة اتحققوا خلال شهر فبراير على الفيديوهات القصيرة في مصر. وبعدها اليوتيوب قدرت الأرباح نتيجة لظهور الإعلانات ما بين الفيديوهات ولقيتهم 100 ألف دولار، وكمان لقت ان في نسبة بتقدر حوالي 20% من الفيديوهات دي استخدمت مقطع موسيقي او صوتي واحد، وناخد بالنا بالكلام بقول مقطع موسيقي واحد. هنا بقى ازاي هيتم توزيع الارباح على القنوات، او هقول انا كقناة مع محمد فهمي انا لما حققت 1 مليون مشاهدة هيكون نصيبي من الارباح اللي هي 100 ألف دي كام؟ تعالوا بقى نحسبها مع بعض ببساطة ونطبق الكلام ده عشان نفهمه. دلوقتي احنا معانا 100 مليون مشاهدة حققوا 100 ألف دولار، بس اليوتيوب لقى ان اصحاب القنوات بيستخدموا مقاطع موسيقية او صوتية في الفيديوهات بتاعتهم. يعني برضو كمثال كده زي فيديوهات التيك توك او كواي، ان حضرتك ممكن بتعمل فيديو بتظهر فيه بس بتستخدم مقطع صوتي وانت بتحرك شفايفك، او مثلا بتشغل موسيقى وانت اللي ظهر في الفيديو. هنا برضو اليوتيوب نفس الامر، هيوفر لاصحاب قنوات اليوتيوب مقاطع صوتية ومقاطع موسيقية مرخصة من الملاك ليها عشان احنا كاصحاب قنوات ممكن نستخدمها، بس في نفس الوقت الناس اللي أصحاب الحقوق أو أصحاب المقاطع الموسيقية أو الصوتية ديت اليوتيوب هيديهم نسبة من الأرباح نتيجة للتعاقد معهم عشان يرخصها لينا احنا كأصحاب قنوات اليوتيوب. فهنا النسبة لما لقى 20% من الفيديوهات اللي حققت مشاهدات مستخدمة مقاطع صوتية، هنا بيخصص مبلغ 10,000 دولار هيديهم لأصحاب الحقوق ديت أو أصحاب المقاطع الصوتية ديت. يبقى دي أول حاجة هيتم خصمها من الأرباح لما هتتحقق من خلال الفيديوهات الشورتس. طيب هنا إدى خلاص أصحاب المقاطع الصوتية أو الموسيقية اللي تم استخدامها، وهنا تم استخدام مقطع موسيقي واحد. طب لو كان اليوتيوب لقى أن تم استخدام أكتر من مقطع النسبة هتزيد، فهنا ده كمثال. اتبقى معنا كام؟ 90 ألف دولار. يعني 90 ألف دولار دول هيتم اسمتهم على 100 مليون مشاهدة. يعني لو قلنا 1 مليون مشاهدة هيعمل كام؟ ايوه برافو عليك، هيعمل 900 دولار. يعني انا كصاحب قناة مع محمد فهمي عملت 1 مليون مشاهدة هاخد 900 دولار؟ لا، هيقولك هنا استنى، ده 900 دولار لسه اليوتيوب هيقسمهم او هيوزعهم ما بينك انت كصاحب القناة وما بين اليوتيوب بنسبة كام؟ انا كصاحب قناة هاخد 45% واليوتيوب هياخد 55%. يعني 900 دولار دول لما اضربهم في 45% هلاقي الربح بتاعي 405 دولار. يبقى هي دي الطريقة اللي هيتم بيها احتساب الارباح. طبعا يعني لو عجبكم الفيديو شير ولايك ورنوا الجرس وسبسكرايب. ويبقى كده هو ده الموضوع بكل بساطة. عرفنا ايه هي الشروط، عرفنا الاعلانات هتظهر ازاي، عرفنا نحسب النسبة بتاعتنا من الارباح ازاي. يا رب اكون قدرت افيدكم، وبالتوفيق للجميع. وكالعادة في الختام بصلي على سيد الانام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.